مساء الخير مشاهدينا الكرام، نشرة المسائية من القناة الثانية كالعادة نستهلها بالعناوين. عناصر المنتخب المغربي يواصلون تدريبهم بمصر في أجواء من التركيز والثبات والحماس استعدادا لمباراة الغد مع فريق جنوب إفريقيا، مباراة يتوقعها مدربا الفريقين قوية جدا. في تطورات الملف السوداني مسيرة مليونية تحت عنوان مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية، شارك فيها نساء ورجال والشرطة تتدخل بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وتتابعون في شمال مدينة أكادير استفاد أزيد من 2500 شخص من فحوصات طبية مجانية في تخصصات متعددة، كما تم إجراء عمليات جراحية باطنية داخل وحدات طبية متنقلة. وننهي النشرة من ضواحي ورزازات، أكبر تجمع للقصبات والتي فاق عددها 40 سنويا، يزورها المئات من السياح الباحثين عن الهدوء وسحر الطبيعة وعن صور تذكارية. تابع اليوم عناصر المنتخب المغربي تداربهم في أجواء من التركيز والثبات والحماس، هي التداريب الأخيرة قبل مواجهة منتخب جنوب إفريقيا غدا بملعب السلام بالقاهرة على الساعة 5 بتوقيت المغرب في ختام مباريات الدور الأول للمجموعات الرابعة. وسيخوض أسود الأطلس هذه المقابلة تحت شعار البحث عن الصدارة وترسيخ الثقة، هذا وكان قد ضمن المنتخب المغربي تأهله إلى الدور الثمن النهائي لأمم إفريقيا بعد فوزه يوم الجمعة الماضي على نظيره الإيفواري بهدف نظيف. وفي ندوة صحفية كشف الناخب الوطني إيرفي رونار بأن طموحه تحقيق المركز الأول، الثعلب بدا واثقا من قدرة الفريق على تسجيل نتائج إيجابية وفك عقدة منتخب جنوب إفريقيا الذي لم يسبق أن انتصر عليه، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب نور الدين مرابط. تفاصيل أوفى في مراسلة أنس فوبر. رونار فك كل عقد أمام مهمة جديدة، جنوب إفريقيا لطالما شكل الشبح الأسود للمنتخب المغربي، خمس مباريات جمعت المنتخبين لم يسبق للنخبة الوطنية أن تذوقت خلالها طعم الفوز. المنتخب الوطني المنتشي بعد ضمان التأهل المبكر للدور الثمن يطمح لإضافة منتخب البافانا بافانا إلى قائمة ضحاياه. كل شيء يمكن أن يحدث في مجموعتنا، لا يجب أن نفسد العمل الذي قمنا به في المباراتين السابقتين والانتصارين أمام ناميبيا والكوت ديفوار. هدفنا الأول هو إكمال دور المجموعات في الصدارة، هذا ما يهمني الآن. رونار أكد أنه سيجري تغييرين أو ثلاث أمام جنوب إفريقيا، أما أفضل لاعب في لقاء المغرب والكوت ديفوار نور الدين أمرابط فما زال الغموض يلف مشاركته من عدمها. يجب أن نركز على مباراة جنوب إفريقيا فقط، نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية حتى نطول مقامنا بالقاهرة، هذا هو الأهم. تعرضت لإصابة في الكاحل في مواجهة الكوت ديفوار، لدي 24 ساعة للتعافي، سأخوض حصة تدريبية أخيرة والقرار بيد المدرب. طريق الأسود لن تكون سالكة أمام منتخب جنوب إفريقيا الطامح للفوز بدوره حتى يخطف بطاقة العبور. كتيبة باكستر سهلت مشوارها في المونديال الإفريقي بسقوط أمام كوت ديفوار بهدف نظيف قبل أن تتغلب في الجولة الثانية على ناميبيا بصعوبة. المنتخب المغربي منتخب منظم تكتيكيا على رقعة الميدان، يتوفر على مهاجمين من المستوى العالي يتحركون ويضغطون عاليا. الصعوبة التي سنواجهها هي في الخطين الدفاعي والهجومي، يجب أن نجد التوازن المناسب في هذا اللقاء. التعادل يكفي المنتخب المغربي حتى يضمن عدم مغادرة ملعب السلام خلال الدور المقبل، بيد أن طموح الثعلب أكبر من نقطة أمام منتخب يسجل ظهوره العاشر في الكأس القارية، فهل يفك الأسود عقدة الأولاد في موقعة السلامة؟
وللتدقيق أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من القاهرة عزيز بودربالة، مستشار القناة في الشؤون الرياضية. أهلا بك سيدي. إذن كما نعلم يعني المغرب لم يفز ولا مرة على نظيره الجنوب إفريقي، هل يمكن اعتبار هذا عامل في أن تكون مقابلة الغد على مستوى عال من التنافس، لاسيما وأنه كان هناك إجماع من قبل المدربين خلال الندوة الصحفية على أن المقابلة ستكون صعبة؟ ستكون صعبة جدا، وأنا أظن أصعب من المباراة ضد الكوت ديفوار، لانه بالفوز الجنوب افريقيا على ناميبيا اعطت زادت بعض الضغوطات على المنتخب الوطني المغربي، وحنا كنعرفوا بانه كاس افريقيا الامم بالفوز بهذا اللقب ضروري هو طريق شاق ومتعب، ضروري من الفوز على في جميع المباريات. اظن المنتخب الوطني المغربي له ما يكفي من المؤهلات باش ان شاء الله بحول الله يفوز بهذه المباراه هذه. اذا بعين يعني الخبير الرياضي، ما هي توقعاتك بالنسبه للتشكيله التي سيظهر بها اسود الاطلس غدا، وما حقيقه يعني ما سمعناه عن استبعاد حكيم زياش ونور الدين مرابط؟ اللي ناكد لكم بانه الناخب الوطني المغربي غادي يحاول بطبيعه الحال يلعب بالتشكيله الرسميه، لانه قوه المنتخب الوطني المغربي هو ذاك التلاحم والعدة المباريات اللي لعبوا جميع كل عناصر المنتخب الوطني المغربي. في حاله ما كان بعض اللاعبين مثل مثلا زياش ظهر عليه شويه العياء او امرابط الا كان عنده مصاب، فكان هناك لاعبين يعني اخرين اللي تاكدت مشاركتهما في المقابله، هل يتحملوا هذه المسؤوليه؟ معذره، يعني هل تاكدت مشاركتهما في مقابله الغد؟ مازال. اذا بالنسبه لك يعني هل من تصور؟ لا مازال، ولكن مازال امامنا ساعات. نعم، إذن الأمر لم يتأكد بعد. لا أظن مازال عندنا سؤال ثالث، يعني هل من تصور يعني للجانبين البدني والتكتيكي لهذه المقابلة، مع العلم أن للفريقين أسلوبان يعني مختلفان تماما وتركيبة مغيرة بالكل؟ طبعا هو صراحه المنتخب الوطني المغربي احنا كنعرفوا بانه الى لعبوا الثلاثي بالهندا بوصوفا وامرابط اللي كيعطيو توازن وكيعطيو ثقه في الوسط الملعب، غادي نقدروا يعني يكون هناك نكونوا افضل واحسن في تدبير الوقت وفي تدبير المساحات وفي تدبير كذلك العدد، وهذا اللي كيعطينا وكيخلق واحد العدد ديال المساحات الفارغه واللي كيعطي وكيشكل قوه كبيره للمنتخب الوطني المغربي. وانا لا اظن غادي يكون عندنا مشكل في المباراه ديال غدا ان شاء الله بحول الله ضد جنوب افريقيا. نتمنى ذلك. اذا عزيز بودربالة مستشار القناه في الشؤون الرياضيه، شكرا جزيلا لك. في تطورات الملف السوداني وفي احتشاد هو الأكبر من نوعه للمتظاهرين منذ فض الاعتصام أمام قيادة الجيش، أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على عشرات الآلاف من المحتجين خرجوا في مسيرة مليونية تحت عنوان مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية. تقرير سعد زيتراوي. الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الحراك هو وقت موعد من أجل التغيير، رفع فيه السودانيون صوتهم عاليا ومجددا لا لحكومة العسكر. في وسط العاصمة الخرطوم وفي منطقة أمدرمان وبحري ومدن أخرى خرج الآلاف في مسيرة دعا إليها تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود حراك السودان، لكن صدى الصوت المطالب بإسقاط حكومة العسكر الانتقالية لم يصل بعد إلى أذان العسكر، أو هكذا يبدو المشهد بالسودان. المسيرة التي جمعتها اليوم رغبة السودانيين في التغيير حاول أن يفرقها الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة على المحتجين. السودانيين طول عمرهم شريفين وأحرار، وإحنا حنجيب الحكومة المدنية، وبرهان كذاب وحمدتك كذاب، ويضغط الحكم المجلس العسكري الانقلابي.
قبيل هذه المسيرة حذر المجلس العسكري وحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية كاملة عن أي روح تزهق وأي خراب يلحق بالمواطن والمؤسسات. نفس التحذير أطلق من الجانب الآخر من تحالف قوى الحرية والتغيير، تحذيرات وتحذيرات مضادة تخشى تكرار مشهد 3 يونيو حين سقط العشرات من القتلى والمئات من الجرحى في مسيرة احتجاجية. وفي مسيرة اليوم يطالب المحتجون بالقصاص لكل روح أزهقت ويسألون بأي ذنب قتلت. محجوب زول مسالم، زول هادي، زول مسكين، زول طيبان، محجوب ما عمل حاجة عشان هم يقتلوه. وكل زول قتل محجوب، انت قتلتنا كلنا، قتلت كل حاجة حلوة في حياتنا. بعدما تعطلت لغة الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، تدخلت إثيوبيا ومعها الاتحاد الإفريقي من أجل وساطة تخرج السودان من النفق، فيما دعا الاتحاد الأوروبي وعدة دول غربية ومنظمات حقوقية قادة الجيش لتفادي العنف والقمع. فهل تنجح الوساطات والدعوات في تغيير ملامح الوضع بالسودان؟ أما السودانيون وبعدما أسقطوا البشير ليسوا على استعداد لإسقاط حقهم في حكومة مدنية، نفس احتجاجهم طويل ونفس صبرهم أطول. نبقى دوليا، أفادت وكالة أنباء دولية نقلا عن منظمة إنسانية إسبانية أن سفينة إنقاذ تابعة لها تدعى أوبن آرمز رصدت 40 مهاجرا يرافقهم زورق تابع لخفر السواحل الإيطالي إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وقالت المتحدثة باسم سفينة المساعدات إن من بين المهاجرين 3 نساء حوامل وأربعة أطفال كانوا على متن القارب الذي غادر ليبيا قبل 3 أيام وقد كانوا مصابين بجفاف شديد وتم تزويدهم بالمياه. بأفغانستان قتل 19 شخصا إثر اعتداء جديد لحركة طالبان، من بينهم 8 من موظفي اللجنة الانتخابية كانوا موجودين في المكاتب الحكومية في الإقليم لتسجيل الناخبين من أجل الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل. وعلى صعيد متصل قال متحدث باسم الشرطة في ولاية قندهار الجنوبية إن المسلحين اقتحموا ب4 مركبات مليئة بالمتفجرات مجمعا حكوميا في إقليم معروف وسط الولاية. في شأن الحزبي، احتضنت اليوم العاصمة الدورة الثالثة لحزب الاستقلال، تصدر جدول أعمالها موضوع سبل ضمان المساهمة السياسية لمغاربة العالم وإشراكهم في إعداد وإنضاج النموذج التنموي فضلا عن الأبعاد الاجتماعية والثقافية. ريبورتاج مصطفى سعدوني وتعليق بصوت خالد نجدي. هي دورة عادية للجنة المركزية لحزب الاستقلال، دورة ناقشت التصور الذي أعدته لجنة مغاربة العالم بهدف ضمان المشاركة السياسية لهذه الفئة وحضورها في المجالس المنتخبة ومجلس المستشارين والمجالس الدستورية. لجنة وضعت واحد التصور، التصور فيه جوج المحاور، محور ديال الاقتراحات ومحور ديال التواصل مع هذه الجالية في عين المكان باش تطور الأفكار المعبر عنها في إطار تطبيق هذا التصور وهذا البرنامج في المستقبل. أعضاء اللجنة المركزية لحزب الاستقلال أكدوا ضرورة إشراك مغاربة العالم في المسارات التنموية وأهمية مساهمة في بلورة وإعداد النموذج التنموي. هي فرصة كذلك للتأكيد على أن مغاربة العالم فهم في صلب النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جهة الملك، وينبغي أن يساهموا في إنضاج هذا النموذج وفي تحقيقه على أرض الواقع لتحقيق الرقي بالنسبة لكل مواطنة والمواطن. هذا التصور يشمل أيضا وفق أعضاء اللجنة المركزية الأبعاد الاجتماعية والثقافية والجوانب المرتبطة بالهوية بشكل يضمن لمغاربة العالم المكان التي يستحقونها داخل وخارج بلدهم ويجعل منهم خير السفراء للمغرب لدى دول الاستقبال.
عقد المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا بمدينة المحمدية، كان مناسبة ذكر خلالها الأمين العام للحزب بخلاصات ومقررات الاجتماعين السابقين للمكتب الفيدرالي المنعقدين بفاس، كما وقف عند المستجدات التنظيمية التي يعرفها الحزب والمهام المرحلية المطروحة أمام المكتب حتى يواكب الدينامية المطلوبة، وذلك انسجاما مع الاختصاصات واستجابة للأدوار المنوطة به. وحول أهم النقاط التي تمحور حول هذا الاجتماع نتابع هذا التصريح لحكيم بن شماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. يعرف الرأي العام الحزبي والوطني بشكل عام أن هناك اليوم يعني بين قوسين نزاع أو خلاف حول ما سمي باللجنة التحضيرية. الأمين العام باعتبار أنه مطوق بمسؤولية احتكام القوانين ديال الحزب أحال هذا الملف ديال اللجنة التحضيرية على الهيئة ديال التحكيم وديال الأخلاقيات. توصلنا قبل أيام قليلة بالتقرير النهائي ديال اللجنة الوطنية لتحكيم الأخلاقيات. في الخلاصة ديالو الإجمالية هو من جديد أن اللجنة تقر بإجماع أعضائها ببطلان وعدم قانونية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية، وتقر بعدم شرعية كل الخطوات التي أعقبت رفع الأمين العام للاجتماع الأول للجنة التحضيرية. إذن نحن الآن أمام واقع جديد. هذا الرأي ديال اللجنة الوطنية لتحكيم الأخلاقيات، وطبقا لمقتضيات القانون الأساسي هذا التقرير ديال اللجنة يجب أن يحال وجوبا على المكتب الفيدرالي صاحب الاختصاص النهائي في اتخاذ القرار المناسب. ودائما مع الأنشطة الحزبية بفاس، نظم حزب جبهة القوى الديمقراطية مؤتمرا وطنيا استثنائيا للمصادقة على مجموعة من النقاط التنظيمية والسياسية، وفي مقدمتها قرار الاندماج مع هيئة سياسية وفعالية أخرى. زهير دوتي. في سياق جهود ضخ دينامية جديدة على أدائه التنظيمي وحضوره السياسي، التأم حزب جبهة القوى الديمقراطية في مؤتمر وطني استثنائي. في جدول أعمال هذه المحطة طرح مشروع الاندماج مع هيئة سياسية وفعاليات أخرى تقتسم مع الحزب نفس القيم اليسارية، كما جاء في مداخلة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. مؤتمر وطني استثنائي نعقده أولا كمحطة فاصلة في المسار الوحدوي الذي تعمل عليه جبهة القوى الديمقراطية من أجل القانون. نحن نصادق على قرار اندماج مع حزب سياسي وفعاليات سياسية أخرى يسارية، نستلهم العبرة من العمل من أجل توحيد نضالاتنا، من أجل خدمة قضايا الشعب والوطن. هذا المؤتمر الاستثنائي الذي عقد بمدينة فاس حضرته شخصيات من بعض الأحزاب، وقد عبرت التنظيمات الموازية في جبهة القوى الديمقراطية عن دعمها لمبادرة الاندماج. كقطاع نسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية وكنساء فاعلات وسياسيات كان نتمنوا هذه المبادرة، وكان نرسخوا المبدأ الديمقراطية والمشاركة النسائية. المؤتمر الذي صدق على نقاط جدول أعماله التنظيمية والسياسية عقد تحت شعار وحدة نضالية من أجل تعددية سياسية فاعلة. وفي سياق المبادرات الإنسانية، نظمت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة سوسماسة قافلة طبية شمال مدينة أكادير دامت لثلاثة أيام، واستفاد منها أزيد من 2500 شخص في تخصصات طبية متعددة، كما سنتابع في هذا الربورتاج للحسين وزيك ورفيق جمد. إلى جماعة تامر أزيد من 50 كيلومترا بالشمال الساحلي لمدينة أكادير انتقلت الوحدات الطبية والجراحية المجهزة. داخل هذه الوحدات تم إجراء أزيد من 30 عملية جراحية باطنية، من بينها عملية جراحية معقدة قد تدوم لأزيد من 3 ساعات. هذا النهار قاموا باستئصال واحد الفيبروم من الوالدة نتاع واحد السيدة، وكذلك ان برولابسوس اللي تياخذوا واحد قسط كبير نتاع الوقت تفوت شي مرة 3 سوايع، ودارت في الوحدة الطبية المتنقلة للجراحة من طرف أخصائيين اللي الحمد لله قاموا بهذا العمل هذا.
القافلة الطبية بتمر والتي تنظمها اللجنة الجهوية للتنمية البشرية وعدد من الشركاء استفاد منها ما يقارب 2500 شخص في تدخلات طبية متعددة. سكنا العدسات الحمد لله الفتح الحمد لله الحمد لله فنغ الدواء الحمد لله بخير تهلا نقيق الحمد لله أفغد ميت ناس تقبلنا قصيرة الحفاوة اللي بهرة يفولكين حطيت بيومنا اللي جوش كان شي حاجة نيت البروفيسورات استقبلنا المنظمين نتشكر. سبعة القوافل الطبية تكلفة إجمالية ديال 37 مليون درهم واللي إن شاء الله غادي يكونوا ديالنا خاصين بجهة سوس ماسة اللي غادي يكونوا هاد القوافل في كل عمالات وأقاليم الجهة على الأقل جوج أو ثلاثة المرات في السنة. هذه الحملات الطبية تأتي ضمن مشروع اقتناء وحدات طبية متنقلة تندرج في إطار برنامج محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تستهدف ساكنة المناطق الجبلية بجهة سوس ماسة. نفتح اللحظة الصفحة الثقافية. مهرجان موازين يفوق كل التوقعات ويصبح أكبر مهرجان موسيقي في العالم بتجاوز عدد المتفرجين لمليونين وسبعمائة وخمسين ألف. وليلة الاختتام أمس بمنصة ويلم سويسي التي كانت ليلة كولومبية بامتياز مع الفنانين كارول جي ومالوما، هذا الأخير حقق رقما قياسيا للحضور الجماهيري تابعه حوالي 200 ألف متفرج تفاعلوا معه في أجواء حماسية تفاعلوا مع أجمل أغاني. إلى أصيلة التي باتت ومنذ 1978 تاريخ تأسيس موسمها محجا لعشاق الفكر والأدب والفن، هناك يلتقون يتحدثون ويتبادلون الأفكار والرؤى وهم يكتشفون سحر المدينة الهادئة. نادي أحتى وردوان بارق. ككل سنة يذكر موسم أصيلة الثقافي أن المدينة أضحت موطنا ممكنا للإبداع الفني والثقافي حيث يتقاطر عليها الأدباء والمفكرون والتشكيليون ويحجون إليها لإقامة معارضهم وأمسياتهم الشعرية كما يقصدها كل عاشق للهدوء والسكينة، فهي مدينة القلب وجنة الألوان. أنا سعيد بتواجدي هنا، هذه أول مشاركة لي بالمهرجان، هناك أناس كثر وفضاء رحب للتلاقي وأحب الترحاب المغربي. أصيلة مدينة رائعة جدا، استمتعت كثير بلقائي مع مختلف الفنانين من المغرب من الدول المختلفة، كان لقاء ثري، تعلمت برشا حاجات وإن شاء الله نكون زاد أنا أفدت الفنانين الآخرين الموجودين معي في هذا اللقاء. We've been here for three weeks. نحن هنا لمدة ثلاثة أسابيع، إنها مدينة رائعة، التقينا فنانين كثر، إنه مجال واسع لتبادل الثقافات. It's been a really wonderful visit. علامات الفكر والأدب تبدو واضحة على معالم المدينة، فحدائقها سميت بأسماء عدة من كبار أدباء الفن والثقافة الذين مروا من أصيلة فظلت آثارهم خالدة. محمود درويش كطير صالح كالفيلسوف، محمد عزيز الحبابي كالشاعر العراقي بولند الحيدري كالشاعر محمد الحلوي المغربي كالكاتب والمفكر محمد عابد الجبري كالشاعر أحمد عبد السلام البقلي، هؤلاء كلهم وأغلب كلهم عاشوا داخل هذه المدينة، كلهم زاروا هذه المدينة، كلهم شاركوا في أعمالها. على مدى ثلاثة أسابيع فنانون وأدباء من مختلف بلدان العالم يطرحون الأفكار والمواضيع ويتداولون بين أزقة المدينة وجدرانها وفضاءاتها الثقافية ما تضج به المجتمعات من متغيرات متلاحقة. وننهي النشرة من منطقة نقوب ضواحي ورزازات التي تعتبر أكبر تجمع للقصبات والتي فاق عددها الأربعين، تستقطب سنويا المئات من السياح الباحثين عن الهدوء وسحر الطبيعة وعن صور تذكارية مع كنوز معمارية. زهب عزيزي. جماعة نقوب نواحي زاجورة أكبر تجمع للقصبات على المستوى الوطني بـ45 قصبة معظمها عرف عمليات ترميم كبيرة،
مصورون فوتوغرافيون من 36 دولة جاءوا في زيارة لهذا الموقع، تجولوا والتقطوا الصور لترويج الوجهة سياحيا. نتواجد في هذا الموقع لاكتشاف ثقافته وكذلك لأخذ صور للسكان ولنمط عيشهم. سعداء جدا لأن الجو رائع وقد اكتشفنا أشياء جميلة منذ وصولنا إلى هنا. فهي تحتوي على زخم وتراث وعمران، يعني يحتل، يمكن أن نعتبره يحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، فهو بلد 45 قصبة، لأنه يعني يتواجد في هذا النمط التقليدي. للتعريف بنمط البناء التقليدي للقصبات وبطريقة عيش السكان، نظم بنقوب المهرجان الوطني للقصبات في دورته الثالثة. أهم فقرات البرنامج كرنفال جاب الشارع الرئيسي، بيّن مختلف تقاليد الأعراس وأنشطة المعيش اليومي. مهرجان القصبات بأنه هو ماشي هدف فولكلوري ولا عنده شي هدف آخر، بأن عنده واحد هدف تراث، يعني نعطيه واحد الصيغة القصبات، نعطيهم واحد الصورة عالمية ووطنية باش يجيو عندنا السواح. وإعادة الاعتبار للقصبات لا يمر دون تبيان ما تزخر به من منتوجات نباتية ومجالية. الجمعيات المحلية تنتظر الدعم لتثمين وتسويق هذه المنتوجات. بقي أن نذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة. تابع اليوم عناصر المنتخب المغربي تداربهم الأخيرة قبل مواجهة منتخب جنوب أفريقيا غدا بملعب السلام بالقاهرة على الساعة 5 بتوقيت المغرب. وفي ندوة صحفية كشف الناخب الوطني بأن طموحه تحقيق المركز الأول وفك عقدة منتخب جنوب أفريقيا الذي لم يسبق أن انتصر عليه، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعبين نور الدين مرابط وحكيم زياش. ختام هذه النشرة مسائية الغد تقدمها لكم زهرة إيتحل. شكرا لوفائكم، تصبحون على خير.